يعني في هذه الظروف هذه وفي هذا الملعب هذا، فأهم حاجة هما ثلاثة نقاط. الحمد لله استطعنا نسجلوا ونحافظوا على النتيجة إلى آخر اللقاء. في الحقيقة في هذا الملعب هذا يعني كنا كنتمناو يعني لا فريق جديدة ولا حنايا، كنا نقدموا عرس كروي جميل إلى كانت في مدينة طنجة. خسارة لأن أنا ما تقدر تلعبني كرة ولا كرة جميلة ولا والو، أنا خصك تجيك فرصة تسجلها وتحافظ عليها، وهادشي اللي حصلنا حنايا، سجلنا وحافظنا على النتيجة لأن حنا عارفين بأن في هذا الملعب ما تقدرش تلعب كرة. الحمد لله على ثلاثة نقاط في الظروف هذه.